من آداب الإسلام الاستئذان قبل الدخول على البيت أو على الغرفة. 进屋时的礼节是首先请求允许才能进屋. ماذا تصنع؟ 在进边屋的时候应当先怎么做呢？ قبل أن تدخل 在进屋之前 تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله أدخل؟ 应该先出 سلام سلام عليكم ورحمة الله 如果允许了才能进屋. أو تدق الباب 或者敲门. لا يمكن أن الرجال يدخلوا على النساء 不允许 外头男子不允许进女人的房屋. نعم الأصل أن النساء يكونوا بعيد عن الرجال 男女要有别应当在远一些. حتى المساجد النساء لهم باب ومدخل والرجال لهم باب ومدخل يعني لا يختلط الرجال بالنساء 在清真寺当中 男女也要分开 男子有男子礼拜的地方女子有女子礼拜的地方 يحرم النظر إلى غير المحارم المرأة الأجنبية 女子应该避开这个外男子 حتى الكلام معها لا نتكلم معها بلين 以及说话的时候也要保持礼节 تكلمها للحاجة فقط 这个说话的时候男女之间说话只说必要的话 أما أن تتكلم معها بكلام وأريحية ومزاح مع المرأة الأجنبية هذا لا يجوز 和这个非亲的女子 聊天那是不允许 لأن المرأة هذه فتنة 因为女子在某种情况نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام 是有一种灾难نعم 祈求安拉保护